هو احنا المفروض كان الشابتر احنا في ناس عايزة اولا تعرف الكونتنت بتاعنا اللي احنا هناخده في الاحصاء بإذن الله، فاحنا سريعا كده يعني امر عليه، يمكن ما قلتوش اول محاضرة. المفروض الجزء بتاع الابلايد ستاتستكس بتاعنا ده الكونتنت بتاعته اول شابتر ان شاء الله، اللي هو اللي احنا خدناه اللي هو الفريكوينسي ديستريبيوشن اللي احنا درسنا فيه ايه، اللي هو جبنا الفريكوينسي تيبل اللي هو بنقسم الداتا كلاسز او انترفلز، وكل كلاس له فريكوينسي اف، وممكن نعمل جرافيكال ريبريزنتيشن بالهيستوجرام او بالفريكوينسي بوليجون او الاو جيف او الباي تشارت. وبرضو خدنا ازاي نحسب في نفس الشابتر ده ثلاث حاجات، زي ممكن تعمل فول سكرين، نحسب شوية حاجات زي المين والميديان والمود اللي هي الميجر اوف سنترال تندنسي ومقاييس النزعة المركزية، وخدنا برضو ازاي نحسب الستاندرد ديفيجن او الفاريانس اللي هي مقاييس للديسبيرشن او التشدد، نشوف بعد البيانات عن متوسطها. خدنا برضو اللي هو بدأنا بقى المرة اللي فاتت في آخر المحاضرة شابتر 2 اللي هو الكوريليشن، وكان في جزء كمان اسمه and prediction. تمام، طيب هكتب الكونتنتس والف والف بالعرض. حاضر. في بقى اللي هو شابتر رقم 3 اللي هو البروبابيليتي سير، نظرية الاحتمالات. والشابتر رقم 4 هيتكلم عن حاجة اسمها الراندوم فاريبل، المتغير العشوائي. شابتر 5 هيتكلم على بعض التوزيعات الاحتمالية المهمة، استخدم في كتير من الابليكيشنز. ديستريبيوشنز. شابتر 6 هيتكلم على السامبلينج والاستيميشن. طبعا احنا كنا خدنا ان في نوعين من الاحصاء، اللي هو الاحصاء اللي هي ان احنا بناخد سامبل ونطلع داتا، ومن الداتا او من الحاجات المحسوبه من السامبل اقدر اشير على البوبوليشن، فهتلاقي هو الشابترين الاخرانيين دول. شابتر 7 اللي هو حاجه اسمها تيست اوف هايبوثيسيس، اختبارات الفروض. لكن كنا بنقول ان في نوع تاني من الاحصاء اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس، اللي هو بنقدر نجيب داتا ونحسب شويه حاجات زي الافريج ومين، فده هتلاقيه اللي هو الجزء ده. المهم ايه، تعالوا نشوف احنا المفروض وصلنا لايه. احنا المفروض وصلنا للشابتر ده، فهنيجي نكمل النهارده حضره النهارده صغيره، فاحنا هناخد محاضرة زيادة عشان نعوض أول محاضرة خالص ما حضرناهاش. هبقى أحدد مع المندوب إن شاء الله الميعاد. احنا عايزين ايه، انتوا عايزين نلفه بالعرض؟ كده أفضل؟ اللي هو الشابتر الثاني اللي هو الكوريليشن and prediction. العنوان معناه ايه؟ correlation يعني الارتباط،
يعني معناها هيبقى مديني وبعدين بقى انا هرجع زي ما كنت والناس تكبر فول سكرين لان انتوا الوحيدين اللي بتشتكوا. انا عطلت وقت المحاضرة بس correlation. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هيبقى عندي متغيرين، واحد سميناه الاندبندنت ومعتمد عليه واحد تاني الديبندنت فاريبل ليكن اسمه واي. فهنعمل ايه؟ احنا عايزين نشوف ارتباط المتغير المتغيرين ببعض، او مع تغير مثلا الاكس ايه اللي بيحصل، او قوة الارتباط في التغير بينها وبين الواي. تمام، correlation and prediction. العنوان الجزء الثاني اللي هو بيقول لي ايه بقى التنبؤ، يعني ايه؟ عايز اجيب علاقة تربط x بواي بحيث لو عندي y مجهولة عند x معينة اقدر احسبها بالعلاقة دي، او اتنبأ بقيمة y عند x معينة. تمام، قلنا ايه؟ احنا كنا خدنا اول حاجة في الشابتر ده، اول حاجة نرسم ازاي النقط او نوقعها على المحورين اكس واي. فكنا بنسمي النقط الموجوده على اكس واي بلين ده اللي هو السكاتر دايجرام. لو الناس تفتكر كنا بنجيب الاحداثيات اكس واي ونحطها على المحاور بتاعتنا. كنا قلنا من شكل توزيع النقط على الرسم ممكن تعرف نوع الارتباط. يعني قلنا مثلا لو حاجه زي كده، فكده معناها النقط قربت لخط مستقيم معين مثلا في النص ده، فاحنا نقول انها عبارة عن linear correlation، ارتباط ايه؟ خطي. طيب مش بس كده، مع زيادة الx ايه اللي بيحصل الy؟ ميل الخط ده موجب، فتقدر تقول انه ايه؟ مع زيادة الx الy بتزيد. تمام، يبقى ده positive او direct، ارتباط طردي مع زيادة الاكس الواي تزيد. أوقات يقول لك لما ترسم السكاتر دايجرام بتاعك وتوقع النقط على الرسم تلاقيها برضو تقرب لخط مستقيم، بس ميل الخط ده ايه؟ بالسالب، يعني مع زيادة الاكس الواي تقل. فكنا بنقول ان ده ارتباط عكسي، بس خطي اهو لان قربنا بخط مستقيم. انفيرس او نيجاتيف، أوقات ساعات الارتباط ما بيبقاش لا ده ولا ده، أمال بيبقى شكله عامل إزاي؟ قالك الارتباط بيبقى النقط موجودة اهي وتقريبا ممكن أقرب منها بإيه؟ ومنحنى، فده في ارتباط بس نون لينير. قلنا ممكن برضو حاجة تانية، نيجي نحط النقط على الرسم نلاقي النقط متوزعة عشوائي، فهنا مفيش correlation. حاجة تانية بمناسبة الارتباط سواء positive أو negative، طردي أو عكسي، في قوة للارتباط strength of correlation. قوة الارتباط حاجة من اتنين، يا قوي يا ضعيف. هتلاقي ايه؟ لو النقط قريبة للخط المستقيم قوي يبقى ده قوي، تلاقي مثلا كده ده ممكن يبقى ارتباط ضعيف. طب الفكرة ان انا ايه؟ انا اتثبت كده الاهوائي بقى ونظرتي للرسم اللي ممكن ايه تختلف من واحد للتاني. فقال لك ان احنا ممكن بدل بقى ما نوقع النقط على الرسم عشان نعرف نوع الارتباط،
قلنا ممكن أعمل الحاجة التانية اللي هي إيه، إن أنا أحسب معامل ارتباط، فبدل ما أقعد أوقع نقط على رسم وأعرف نوع الارتباط من السكاتر دايجرام بتاعنا ده ومن الرسمة بتاعتنا دي، قال لك ممكن تعرف نوع الارتباط من قيمة هتحسبها اللي هي مين، قلنا الكوريليشن كوفيشنت. معامل الارتباط ده قلنا حاجة من اتنين، على حسب نوع البيانات اللي جاية لك، لو البيانات اللي جاية لك دي بيانات عددية زي ما قلنا في أنواع الداتا لما جينا خدنا في أول محاضرة خالص إن في كواليتيتيف وفي كوانتيتيف. كوانتيتيف يبقى دي كمية أقدر أمثلها بأرقام، كواليتيتيف لا دي وصفية فممكن تتمثل بإيه، بكلام، زي لو الناس تفتكر البيانات اللي هي بتتوصف بكلام زي تقديرات مثلا بتاعتنا، جيد، ممتاز، وهكذا. برضو زي الجندر أو اللي هو الأنواع بتاعتنا، ممكن ميل في ميل أو السكس مثلا. في برضو ممكن برضو بيانات زي إيه، شهر الميلاد، جانيوري، فبريوري، وهكذا. تمام، ففي بيانات بتتمثل بإيه، وصف، في بيانات بتتمثل بأرقام. تمام، زي إيه الأرقام، زي الهايتس والويتس، الأطوال والأوزان، وهكذا، أو الأعمار بتاعتنا الإيجز. فبناء على نوع البيانات ممكن أحسب كورليشن كوفيشنت مختلف. يعني قال لك لو البيانات بيانات كمية نمبرز، تمام، فهنا بنجيب معامل ارتباط بنسميه اللي هو بيرسون. correlation coefficient بنديله الرمز الاخر. لكن لو البيانات بتاعتنا رانكس او بيانات وصفيه او رتب، تمام، فقال لك يبقى ساعتها هنحسب بتاع سبيرمان. طيب قال لك لو البيانات بيانات قلنا عددية numbers، quantitative data، يبقى هتحسب ال R بالطريق بالقانون ده ومش عليه كل الأسباب بتاعه، اللي هو أعمل إيه؟ قال لك هتجيب كل قيمة X تضربها في Y على الجدول بتاعنا اللي هيبقى مديهولك ده، كل قيمة X في Y، وتجمع حاصل الضرب ده، وبعدين أضرب في عدد البيانات أو عدد الخانات الموجودة في الجدول. هقعد أعد إحنا ماشيين، هتلاقي عدد البيانات الموجودة في الجدول N، يبقى N number of الداتا بتاعتي أو عدد خانات الجدول. طيب نكمل القانون، ناقص تجيب قيم الإكس كلها وتجمعها، وأجيب قيم الواي كلها وأجمعها. تمام، أضرب المجموعين دول في بعض. خدوا بالكم من الفرق ده، بضرب الأول كل قيمة X في Y ثم ناتج الضرب ده في الآخر خالص نجمعه، لكن هنا بجمع الأول الـ X وبجمع الـ Y واضربهم في بعض على summation، بس في تحت جذرين.
هنا كان ان summation x تربيع ناقص summation x الكل تربيع. ايه الفرق هنا؟ بربع كل قيمة x، كل قيمة x تتربع، كل قيمة x تتربع، وبعدين التربيعات دي تجمع واضرب في ايه عدد خانات الجدول اللي هي ال n ناقص. هنا بعمل ايه؟ لا بجمعهم، كنت مجمعهم اصلا اهم، كنت محتاجهم في البسط، summation الاكس ثم في الاخر التجميع ده اربع. طيب نفس ده بس على الواي بقى تحت الجذر التاني، يبقى ان summation واي تربيع ناقص summation واي الكل تربيع. ده لو البيانات ايه زي ما اتفقنا، البيانات بيانات عددية، لكن لو البيانات كواليتيتيف او وصفية زي قلنا تقديرات الطلاب بقى، مش الدرجات بتاعتهم الفعلية، تقديراتهم بقى excellent very good وهكذا، فقال لك ان احنا هنحسب بتاع اسبيرمن. بمناسبة بتاع بيرسون بيسميه linear correlation coefficient بتاع سبيرمان ساعات، عشان الداتا بتاعتك قلنا ايه كواليتاتيف، بيانات وصفية، فبيسميه ساعات rank correlation coefficient، يبقى له اسمين. طيب هو الرو بيتحسب ازاي؟ هناخده دلوقتي بس نكتب القانون بتاعه. رو تساوي واحد ناقص ستة summation دي تربيع على n في n تربيع ناقص واحد. احنا قلنا n عبارة عن ايه؟ n عدد خانات الجدول سواء في بيرسون او سبيرمان. طيب في دي ده عبارة عن ايه بقى؟ ده اللي هو اللي هنا موجود. قلنا رمز الدي ده دايما بنحط للايه؟ للديفرنسز. فقال لك الدي هو عبارة عن فرق رانك x ناقص رانك الداتا بتاعت الواي. هناخده دلوقتي بالراحة خالص وبالتفصيل. يبقى احنا عندنا كام correlation coefficient؟ اتنين سواء بيرسون او سبيرمان، انت استخدم اي منهم على حسب نوع الداتا اللي جاية. لو بيانات عددية مديهالك في الجدول على طول بروح على بتاع بيرسون اللي هو الار، او بنسميه linear correlation coefficient، ونحسبه بالقانون ده. يبقى محتاج ايه للقانون عشان تخلصه؟ ان انت تجيب شوية المجاميع دي. طب انا اجيبها ازاي؟ اقعد اعمل جداول جدول كبير واقعد اجمع بايديا؟ قال لك لا، ممكن تدخل الجدول على الالة الحاسبة وتطلع منه المجاميع جاهز على طول، اعوض في القانون. لكن لو جات لك البيانات بيانات وصفية، يبقى انت هتروح على بتاع سبيرمان او الرانك كورليشن كوفيشن، بندي له رمز الرو. هنحسب ازاي؟ قال لك بالقانون ده. القانون ده هتلاقي فيه ايه؟ في حاجة اسمها دي، هي عبارة عن ايه؟ يبقى هتروح تجيب الاكسات وترتبها، هتجيب حاجة اسمها رانك اكس، هتجيب البيانات الوصفية الموجودة بالنسبة لواي وترتبها. كل مرة تطرح رانك اكس من رانك واي، رانك اكس من رانك واي، تجيب خانة للديهات وتجمع وبعد كده تجيب خانة الديهات تربعها وتجمع يديك اللي موجود في البسط ده. هنشوفها دلوقتي في الايه؟ في الكون. طيب خد بالك وانت بتحسب الكورليشن كوفيشنت، قلنا ده هيعرفني الكورليشن بين الاكس والواي. قلنا بناء على ايه؟ قلنا بناء على القيمه اللي طلع. طيب قال لك القيمه اللي طالعه دي هتلاقيها ايه؟ بين سواء ار بقى او رو، هتلاقيه بين السالب واحد واحد. قال لك لو تعالوا نبص للقيمة مش للإشارة، يعني لو بصيت للقيمة تلاقي حاجة من اللي احنا هنقولهم دول. أول حاجة لو لقيت القيمة بتاعتك واحد، سيبك من الإشارة دلوقتي، قال لك ده complete correlation، ارتباط ايه؟ 100%. زي ما X بيحصل لها تغير والواي بيحصل لها زيها بالضبط بنفس النسبة. طيب قال لك ممكن يبقى بصفر، يبقى هنا مفيش correlation خالص، ملهمش علاقة ببعض.
قال لك لو كان اكبر من النص يبقى هنا الكوريليشن بتاعي الكوريليشن بتاعي قوي، لكن لو كان أقل من نص يبقى ده ارتباط ضعيف. طيب لو جينا بصينا للإشارة الساين بتاعتنا، قال لك حاجة من اتنين، يا موجب يا سالب. لو الإشارة موجب يبقى ده ارتباط طردي أو بوزيتيف دايركت كوريليشن، لكن لو لقيته نيجاتيف يبقى ده ارتباط عكسي، يعني مع زيادة الإكس الواي تلاقيها بتقل. تمام، يبقى احنا عندنا دلوقتي في عندك القيمة بتاعتك بتحدد لك قوة الارتباط، لكن الإشارة بتحدد لك نوع الارتباط طردي ولا عكسي. طيب كنا خدنا مثال المرة اللي فاتت ازاي احسب الار، كنا خدنا جدول وقلنا ازاي نحسب الار. طيب في نفس الجزء بتاع اللينير وانت بتحسب لينير كوريليشن اللي هو الار، تلاقي عندك المسألة فيها حاجة تانية، عندك مثلا خانات موجودة هنا في الجدول ايه اكس واي، مكملة عادي، بس تلاقي في خانة في النص كده ايه مديك مثلا قيمة الاكس بس الواي المقابلة مش معروف، فانت هتعتبر الخانة دي مش موجودة عندك، هتشتغل على الخانات اللي ايه المعروفة. طيب امال مديني الخانة دي ليه وبيقول لي الواي عليها علامة استفهام؟ بيقول لك مثلا find y او predict y. بريدكت ليه؟ لان انت هتعمل لها تنبؤ، يعني مثلا دي لو داتا انت خدتها من معمل، فكأن الدكتور بيسألك مثلا بيقول لك دلوقتي طب لو الاكس بكذا الواي تطلع بكام، فانت مش هتروح المعمل تقيس الايه الواي بشكل فعلي، فانت هتحاول تجيب علاقة تربط الاكس بالواي يبقى احنا المفروض هنعمل ايه، هنجيب علاقة بين x و y بحيث لو x عندي معروفة بعوض أجيب y المقابل. قال لك أسهل العلاقات بما إننا بنتكلم على linear correlation ارتباط خطي، فإحنا أسهل العلاقات بتاعتك اللي هي linear predict equation. اللي هي ان العلاقه تبقى بين اكس واي علاقه خطيه، واي تساوي اي زائد بي اكس. الله، ده احنا لو عندنا اكس اقدر اجيب الواي، بس بشرط تقدر تجيب الاي وتجيب مين البي الاول عشان تبقى العلاقه تمام. قالك طيب احنا لو عايزين الاي والبي يبقى احنا اول حاجه لما يجي يطلبها مننا في المساله بيقول لي بريدكت الواي عند اكس معينه، معناها ان احنا بنروح نجيب اللينير بريدكت ايكويشن او العلاقه الخطيه اللي بتربط الاكس بالواي. خلاص، اوقات ما بنسميهاش كده، اوقات بنسميها الريجريشن ايكويشن، معادله الانحدار، ايا منهم انت لازم عشان العلاقه تبقى معروفه لازم تجيب الاي والبي. قال لك الاي والبي لو احنا عايزينهم تعالى نثبت الـ A والـ B لو احنا عايزينهم. قال لك الـ B هي عبارة عن ايه؟ N summation x y، هتلاقي نفس البسط بتاع الـ R summation x summation y على المقام، هتاخد جذر من الجذرين اللي تحت اللي هو الفي اكسات بس، ان سميشن اكس تربيع ناقص سميشن اكس الكل تربيع. طيب لو هنجيب الاي بعد ما تجيب البي لازم تمر عليها الاول، يبقى هتجيب سميشن واي على الان، كان دي بتجيب ايه متوسط قيم الواي بجمعهم على عددهم، ناقص بي اللي احنا حسبناها سميشن اكس على الـ.
من حقي في طبعا في الامتحان في المسألة استخدم القوانين مباشرة اللي انا حافظها، لكن اوقات يقول لك ايه، اوقات يقول لك اثبتها الاول. اهو بصوا احنا عايزين نثبت القانونين اللي فوق، فور prediction equation y تساوي a زائد bx. خدوا بالكم من ترتيب الـ a والـ b. how to get a و b. طبعا احنا هنجيب الـ a والـ b ازاي؟ باستخدام داتا هيبقى مديها لك في جد. from given data of x y اللي هما التو variables بتوع. قال لك بص بسيطة قوي، تعالوا نبدأ بالايه، y تساوي a زائد b. هل احنا عندنا قيمة واحدة لـ x أو لـ y؟ لا، عندنا أكتر من قيمة. فإيه رأيكم لو الأول أول حاجة نعملها ناخد السمشن للطرفين؟ يبقى دي سمشن الـ y تساوي سمشن الـ a زائد، على فكرة الـ a والـ b دول constants، فالـ b ممكن نطردها بره علامة السمشن. احنا نجمع قيم الـ a الـ x والـ y اللي عددهم كام واحدة، خانات بتاعتنا أو الداتا بتاعتنا عددهم n. خد بالك من حاجة، احنا هنجمع الـ a أو الثابت كام مرة؟ n من المرات، فهتلاقي دي تساوي n a. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ المعادلة دي ممكن نعمل منها حاجة كويسة قوي، والله ممكن نقسمها على n. نقسم طرفين المعادلة على n كده بالراحة، يبقى دي summation الواي على n تساوي a زائد b summation الx على n. خدوا بالكوا ان احنا لو خلينا ايه في طرف والباقي نقلناه الناحيه الثانيه، ده هو اللي هي الحته دي، هتلاقي طلع لك القانون ده رقم 2. يبقى تعالوا ننقل كده، يبقى الاي تساوي سميشن واي على ان ناقص بي سميشن الاكس على ان. طيب ده لو احنا حاسبين البي نقدر نحسب الاي. طيب احنا عايزين البي دلوقتي نعمل ايه؟ قال لك بص المعادله اللي هي المعادله اللي احنا بعد ما خدنا السمشن بتاع الاطراف ده اللي هي ده، المعادله اللي ليكن نسميها ستار. تعالوا نعمل ايه؟ نضرب المعادله ستار في اكس، نضرب المعادله ستار في اكس، او ممكن نقول حاجه تانية، بحب يعني اضرب قبل ما نجمع. يعني ايه؟ هاخد المعادلة الأساسية اللي هي المعادلة رقم 1 هضربها في X. ده ليه؟ عشان نوصل للقانون بتاع الـ B. طيب تعالوا نضرب رقم 1 في X كده، يبقى دي بقت XY تساوي AX زائد BX تربيع. تعالوا ناخد سمشن الأطراف، طرف اليمين والشمال. يلا يبقى ده سمشن اكس واي، ده ما بقاش قيمه واحده الاكس واي، لا ده بقى اكتر من قيمه. هنجمع من اول اي تساوي واحد لان على عدد الداتا كلها. سمشن ده قلنا فيه كونستانت نطلعه بره علامه السمشن، بقى لي سمشن اكس بس. في برضه هنا كونستانت اللي هو البي، طلعه بره سمشن اكس. تمام كده؟ طيب بعد ما ناخد اللي هو السمشن الأطراف دي، هنبتدي نعمل إيه؟ نضرب الطرفين في N. أنا بعمل إيه؟ ممكن نبص للقانون ونشوف إحنا محتاجين فيه إيه؟ خلاص؟ نضرب الطرفين في N.
طيب حاجة تانية برضو، هتلاقي القانون بتاعك ده هل في ريحة الايه اللي هو القانون رقم واحد اللي احنا عايزين نوصل له ده؟ لا ما فيهوش ريحة الايه. فانا هعمل ايه؟ انت جبت اصلا الايه اهي، يبقى اقدر اعمل ايه؟ اعوض بيها جوه الايه، جوه ده. بصوا معايا بالراحة، يبقى احنا لو سمينا المعادلة دي رقم ايه ودي رقم بي، هنعوض من ايه في بي. بصوا بالراحة، كل ده عشان اوصل للقانون بتاع البي بس. يبقى انا هعمل ايه؟ هضرب المعادله بتاعتي بتاعت اللينير بريدكت ايكويشن في الاكس واخد سميشن الاطراف. بعد كده هلاقي في ايه، واحنا جبنا الايه خلاص، عرفنا انها جبنا لها قانون اهو، يبقى اجي اعوض من الايه في بي. بصوا بالراحه، يبقى اكتب المعادله بتاعتي اللي هي البي عادي خالص، اهي اكس واي تساوي A summation ال X زائد B summation X تلك. هنعمل إيه؟ قلنا هنعوض عن ال A، يبقى أنا هشيل ال A وأحط بدله، أفتح قوس كبير عشان ما نتسرقش، summation Y على N ناقص B summation X على N. خد بالك إن دي كلها إيه؟ كانت مضروبة فوق في summation X زائد B summation X تلك. نعمل ايه؟ هندخل summation الـ x جوه، يبقى دي summation x summation y على n ناقص، هتلاقي تدخل في القوس ده كمان، يبقى دي ناقص b summation x ومضروبة في summation x، يبقى دي summation x الكل تربيع على n زائد b summation x تربيع، كل ده يساوي الناحية التانية summation x. طيب ايه رأيكم لو نضرب في n اللي تحت اللي رخمة دي؟ فيبقى دي n، هنضرب الطرفين في n، يبقى n summation x y تساوي summation x summation y ناقص، هنضرب ده في n، يبقى دي ناقص b summation x الكل تربيع زائد اخر واحدة هنضرب في n، يبقى n b summation x تربيع. هتعمل ايه؟ هتجمع الحلوين اللي بندور عليهم اللي هما اللي فيهم البيهات. طيب هنستفرد باللي فيه البيهات وننقل دي الجهة التانية بالسالب، يبقى دي n summation x y ناقص summation x summation y هتساوي، تعالوا ناخد من الجزئين ده هم مشترك البي، يبقى ادي البي ان summation x تربيع، كتبت الجزء اللي هو اخر واحد ده الاول لانه بالموجب، ناقص summation x الكل تربيع. هو بيتهيأ لكم ان الاثبات كبير، لكن الاثبات هو ما هو الا تجميعات بس. طيب هنعمل ايه؟ احنا عايزين ال b، خلاص يبقى هنقسم على اللي جنبها، يبقى ال b بتاعتك هتساوي ان summation x y ناقص summation x summation y على ان summation x تربيع ناقص summation x الكل ايه تربيع. يبقى هنعمل ايه في المسألة بتاعتنا؟ هنروح نجيب الأول ال b، اوعى تنسى. ازاي؟ نفس ال a، نفس البسط بتاع ال r الكوريشن كوفيشنت بتاعنا بتاع بيرسون، والمكان خدنا منه حتة بس من غير الجذر، هي الحتة الأولانية اللي فيها ال x. بعد ما احسب ال b أروح أحسب ال a، ازاي؟ بالقانون التاني ده هو. خلاص كده بعد ما حسبت الـ A والـ B يبقى عندك على طول الـ prediction equation أو الـ regression equation اللي بتربط الـ X بالـ Y، عبارة عن الـ Y تساوي A زائد B X. خدوا بالكم الترتيب، لأن إحنا إثباتنا كله والقوانين اللي طلعناها بناء على إن الـ A الأول زائد الـ B X. طيب تعالوا ناخد مثال.
بيقول لي عندي داتا بتمثل ايه؟ بيقول لي اللي هو عندي 12 طالب، يبقى هيبقى عندي 12 خانة في الجدول بتمثل بين بتمثل يعني درجة الطلاب أو ذكائهم مع درجاتهم في مادة الكيمياء. احنا عندنا دلوقتي في خانتين، اول خانه عندك بيقول لي الانتليجنس تيست سكورز او اللي هو الاي كيو مثلا، تمام، بتاع الطالب. هما كام طالب هيرسوم في الخانات؟ 12 طالب، فعندي 12 خانه. طيب الاكس بتمثل زي ما اتفقنا الاي كيو مثلا بتاع الطالب ده، والواي بتقول لي ان هي عباره عن الكيمستري سكورز او درجات الطالب في ماده الكيمياء. طيب قلنا الطالب الاولاني لقيناه ايه؟ لقيناه الاي كيو بتاعه لو 63 هيبقى جايب في الكيمياء 87، لو 50 هنلاقيه جايب 74، لو 55 95، وهكذا بقى نكتب بقية البيانات. لو عدينا الخانات هنلاقيهم 12 زي ما اتفقنا. هنكتب بقى الدرجات بتاعته في مادة الايه؟ في مادة الكيمياء. تالت واحد جايب 76، رابع واحد جايب 90، 85، 87، 92، 98، 82، 91، 77، و 78. أوقات يطلب مني الاسكتر دايجرام، فأنت هتروح تعمل إيه؟ هتختار سكيل مناسب سواء للإكس أو للواي، تمام؟ وتبتدي إيه ترسم. خدوا بالكم من حاجة، إن أقل قيمة للإكس هي مثلا 50. فالناس وهي بترسم ممكن على فكرة تبدأ لو طلب مني السكتر دايجرام يعني. مش لازم الناس تبتدي من أول الواحد، ممكن الناس تاخد الإكسات وتبتدي تدرج من أول أقل قيمة اللي هي 50. ممكن الناس تمشي إزاي؟ مثلا 50، 55، وهكذا 60، لغاية ما تاخد أكبر قيمة عندك. هتلاقي أكبر قيمة عندك اللي هي الإيه؟ ال 95. فممكن الناس تنيها ماشية بقى لغاية إيه؟ 100 مثلا، تمام؟ برضو على الواي مش لازم ندرجها برضو من أول الواحد. أقل قيمة مثلا عندك هنا 74، في ناس بتفضل يعني، في ناس بتحب تمشيها ايه كل خمسات، فممكن الناس تبتدي مثلا من اول 70، 75، وهكذا 80، وانت وتبتدي تمثل النقط على الرسم. يعني تقول ايه مثلا 63 هنا في المكان ده مثلا اول نقطة، هو اللينير بريدكت ايكويشن كاننا على فكره بطريقه الليست سكوير مسو، بس احنا يعني ليه صح يعني ليه نسرح بقى، خلينا نلتزم بالجزء اللي معانا وخلاص. يعني ابسط حاجه 63 و 87، فدي النقطه الاولانيه مثلا. وهكذا تمثل النقط على الرسم ده لو طلب السكاتر دايجرام.
طيب تاني حاجة، لو طلب الكوريليشن، طيب هو ده مديك بيانات عددية، فلو طلب الكوريليشن وسكت معناها هنجيب انه كوريليشن. اي كوريليشن كوفيشنت؟ لا، البيانات لو عددية وما قالش حتى هيبقى طالب اللينير كوريليشن كوفيشنت او بتاع مين بيرسون. فانت هتروح تعمل ايه بقى؟ هتدخل الجدول ده على الآلة الحاسبة وتطلع منه شوية السمشنز اللي هي مين. هتطلع منه سمشن الاكس هتلاقي 730، سمشن الواي ايه كمان، سمشن اكس تربيع، كل قيمة اكس هتربعها وتجمع. طيب سمشن الواي بس تربعهم الأول، تربع القيم ثم تجمع تلاقيها كده. طيب حاجة أخيرة، كل قيمة X تضربها في Y ثم نجمع تلاقيها طلعت كده. حاضر، هنزلهم هنا وهبعتهم للمناديب برضو ينزلهولكم على الواتس. المهم إيه، دلوقتي إحنا طلعنا السمشنز دي من الآلة الحاسبة، هتعمل إيه بقى؟ هنعوض في القانون على طول. بتاع مين؟ بتاع الحاج بيرسون، بيقول لي إن الـ R بتاعتك تساوي، واكتب القانون بتاعي اللي أنا عارف. خلاص انت عندك كل حاجة، انت قلت ان انت جايب درجات 12 طالب، سميشن اكس واي بكام؟ طلع 6 2 3 5 2، وابقى مركز في الارقام. ناقص سميشن اكس احنا جبناها 730، سميشن الواي بعوض مباشر على عندك جذرين تحت ان 12، سميشن اكس تربيع كان طالع 4 4 9 3 2، ناقص سميشن اكس لكل تربيع اللي هو 730 وربع، وفي جذر كمان بتاع الواي ان سميشن واي تربيع اللي هو 8 6 8 0 1، ناقص سميشن واي لكل تربيع 1 0 1 7 لكل تربيع. هتروح متكتك على الآلة الحاسبة ازاي، تجيب اللي تحت الجذر وتجيب كل جذر تحت وبعدين تحسب اللي فوق وهكذا. المهم ان انت بعد ما تكتك هتلاقي عندك يطلع الكوريليشن كوفيشنت اللي هو الار بتاعي بكام، بوينت 8.6. لازم قيمة بين سالب 1 و1، مش من خيالي يعني. طيب المطلوب رقم سي بيقول لي ايه؟ حدد نوع الارتباط. عشان تحدد نوع الارتباط هتروح تبص للسكاتر دايجرام، لا ده احنا جبنا الكوريليشن كوفيشنت فله قيمه وله اشاره، فهنحدد منها شكل الارتباط عامل ازاي. او ساعات يقول لك هات الكوريليشن كوفيشنت واعمل كومنت عليه، علق على النتيجه. فهتبص هتلاقيه بوزيتيف، إشارته بوزيتيف، يبقى ده دايركت أو ارتباط طردي. أكبر من الواحد ولا أقل؟ أكبر من النص ولا أقل من النص القيمة دي؟ قال لك أكبر من النص، يبقى ده ارتباط نوعه إيه أو قوته إيه؟ قوي. يبقى ده ارتباط طردي قوي، دايركت سترونج كوريليشن. معناها لو الاي كيو بتاع الطالب ده عالي او نسبة ذكائه عالية يبقى هيجيب درجة عالية في الايه، في مادة الكيمياء. تمام. طيب طالب مني اخر حاجة اللي هو بيقول لي اللينير ريجريشن ايكويشن.
طيب هي عبارة عن إيه؟ هي علاقة لينير بين الـ X والـ Y. مطلوب فيها إيه عشان تعرفها؟ اللي هو الـ A والـ B. قالك مين بيتحسب الأول؟ قالك الـ B. بتتحسب إزاي؟ قالك القانون بتاعها. كنا بناخد أول البسط بتاع الـ R عادي، أهو لو لاحظته ناس بصت هنا وهنا نفس البسط، على المقام بتاخد منه مين؟ الحتة ده هي بس. يلا نحسب، نحط بقى الحاجات من الصميشنز اللي احنا طلعناهم من الآلة الحاسبة. يبقى ان بتاعتك عدد البيانات 12، صميشن اكس واي نفس البسط هتنقله لتحت 730 1017 على انقل ده زي ما هو يبقى 12 والله. لو تكتكنا على الآلة الحاسبة هنلاقي البي بتاعتك طلعت 0.925. حلو، فاضل نجيب مين؟ نجيب الايه بقى. قال لك الايه بتاعتنا تساوي، والله بص يا اولاد الناس اللي بتتلخبط تبص للمعادله نفسها. لو احنا عايزين ايه لوحدها في طرف من المعادله ده، ايه يبقى دي واي ناقص بي اكس. بس خد بالك ان عندك ان الواي مش قيمه واحده بس، تمام، ولا الاكس. فقال لك هنعمل ايه؟ ناخد المتوسط. يبقى هنقسم على العدد عشان الناس اللي بتتلخبط في القوانين. هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعوض مباشر. انت عندك كل حاجه، عندك اللي هو سميشن الواي بتاعك 1017 على عدد الخانات 12 ناقص بي اللي جبناه هنحطها مكانها اللي هي 0.925 سميشن اكس 730 على 12. هتروح متكتك على الآلة الحاسبة هتلاقي الاي بتاعتك طلعت 28.482. طيب يبقى كده البريدكشن ايكويشن اتعرفت، واي تساوي A اللي هي 28 اخر حاجة جبناها زائد ال B بتاعتك اللي هي 0.925 X. تلاقي بقى ايه ممكن مطلوب كمان رقم E. بيقول ايه؟ find Y at X تساوي مثلا 50، او لو الاي كيو بتاعه 50. هتبقى درجته تقريبا في الكيمياء ممكن تتنبأ بيها تبقى بكام. قال لك يبقى هتروح تعمل ايه؟ ما عندكش غير البريدكشن ايكويشن بتاعتك اللي هي كانت المطلوب رقم دي، فهنعوض مباشر. يبقى واي تساوي 28.482 زائد 0.925 واضربها في قيمه الاكس اللي طالب الواي عندها اللي هي ال 50. تلاقي الكلام ده تقريبا يساوي ايه؟ 57. طيب ده بالنسبة للجزء بتاع اللي هو بيرسون، أو لو اداني قيم عددية. طيب لو اداني قيم وصفية زي بقى إيه؟ ما يدينيش الدرجات الحقيقية زي المسألة دي، لا يديني تقديرات. زي يديني بدل درجات الطلاب يقول لي إيه ده جايب إكسلنت، جايب فيري جود، جايب باس مقبول يعني، جايب ويك ضعيف وهكذا. أعمل إيه؟ ساعتها بنروح على بتاع سبيرمان. وقلنا بتاع سبيرمان
أو ساعات بنسميه الرانك كورليشن كوفيشنت. خلاص ادينا له رمز الرو، قلنا قانون اهو 1 - 6 summation دي تربيع على n في n تربيع ناقص 1. قلنا ايه دي عبارة عن ايه؟ الفرق بين رانك x، احنا هنرتب دلوقتي قيم x وقيم ال y، يا مديها لك يا احنا اللي هنجيبها الرنكات او الايه الرتب بتاعتنا او الترتيبات. يعني الناس اللي جايبه ايه تقديرات ده ايه، هنبتدي نرتبهم مثلا من اعلى تقدير لاقل تقدير، فتلاقي اللي جايب اكسلنت اول واحد ياخد رقم 1 وهكذا. هنشوف دلوقتي بالايه بالمثال. طيب الان قلنا ايه هو عدد الايه الداتا او الخانات اللي موجوده في الايه في الداتا. تعالوا نشوف بالمثال أحسن. مديني درجات طلاب، طبعا الدنيا مش لازم كلها درجات يعني، بس أنا بحاول أقرب لكم الفكرة بحاجة معينة. ممكن مثلا يديني مثلا ايه الويت بتاع الاب والويت بتاع ابنه مثلا، وعايز يشوف الارتباط، هل لو الاب وزنه كبير الابن برضو بالجينيا يعني بيبقى وزنه كبير ولا لا. برضو زي برضو ممكن ايه يشوف مثلا تأثير التسخين على الشوائب اللي موجودة في المية. المهم انه بيبقى عندي متغيرين، واحد مستقل والتاني تابع له، وببتدي عايز اشوف الايه العلاقة ما بينهم او الارتباط. طيب تعالوا نشوف بقى ايه المثال هنا. بيقول لي عندي درجات كم طالب؟ قال لك عندك 9 طلاب، والتسع طلاب دول مديني تقديراتهم في ايه؟ في مادتين، مادة الإحصاء ومادة الإيه الإلكترونيكس. خلاص مديهم لي بالطريقة ده. هما كام طالب؟ 9 طلاب، يبقى في عندي 9 خانات. المادة الأولانية اللي هي هيديني بقى إيه، مديني تقديرات أو الجريدز في الاستاتيستكس والجريدز هنا في مادة تانية لتكن الايه الالكترونيكس. عايزين نشوف ارتباط يعني ارتباط درجات الطلاب هنا ومع هنا، هل لو هو شاطر في الاحصاء بيبقى شاطر في الالكترونيكس ولا مالهمش علاقة او العلاقة ضعيفة. طيب مديني التقديرات بتاعتك. بصوا التقديرات بس عشان نتفق ان الاكسلنت هنديلها رمز الاي، ال في جي دي معناها الفيري جود، الجي معناها جود، برضو في عندي باص اللي هي المقبول، في عندي برضو هتلاقي عندك الويك هنديلها رمز الدبليو، تمام، وبرضو في عندك فيري ويك. احنا من اعلى تقدير لاقل تقدير قلنا. هتلاقي بقى الجدول مديك التقديرات، حاجه بقى من الحاجات الرموز اللي تحت دي. يلا اول واحد جايب اكسلنت في الاحصاء لكن جايب في الالكترونكس فيري جود، اللي بعده جايب جود في الاثنين، اللي بعده ويك فيري ويك، رقم 4 جايب فيري جود في الاثنين، اللي بعده جايب باص وهنا ويك. باقي الطلبة اهو
أبعد عدد الخانات كده هتلاقي عدد الخانات كام؟ 9. تمام؟ يبقى إن بتاعتك بتسعة. حلو. يبقى باقي في القانون بتاع السبيرمان إيه؟ نجيب حاجة اسمها دي، يعني نجيب رنكات للإكس ورنكات للواي، وبعدين ربنا يسهل ونطرحهم من بعض. طيب ركزوا معايا بقى في الحتة دي عشان ناس كتير بتتلخبط. عشان أجيب رانك إكس ورانك واي أعمل إيه؟ قال لك اختار اللي يريحك، ترتب من الأعلى تقدير لأقل ولا من الأقل للأعلى؟ فأنا هنا في المسألة ببقى ميالة أكتر إن أنا أرتب من أعلى فأقل. طيب هاجي أعمل إيه؟ أعتبر أول واحدة دي هي الإكس ودي واي. يبقى أنا همسك الصف الأولاني ده وأرتب الإيه الطلاب في المادة الأولانية اللي هي الإكس دي. إزاي؟ أعلى تقدير فين؟ اللي جايب إكسلنت. هل في حد تاني جايب إكسلنت في الصف الأولاني ده اللي هو بتاع الاستاتستكس ده؟ لا، يبقى ده ياخد الأول بجدار. الأرقام اللي في الدوائر دي خطيرة، هي دي رانكات الإكس أو الرتب بتاعت الإكس، أو كأني بمسك كل طالب وإيه أرتب على حسب التقدير بتاعه. طيب تاني بعد الإكسلنت في فيري جود، في كام واحد جايب فيري جود؟ لا، الطالب ده هو بس، فياخد ده التاني بجدار لوحده. بعد الفيري جود في جود، في كام واحد جايب جود؟ في الاتنين دول، واحد منهم كان هيبقى التالت والتاني الرابع، هيزعلوا. قال لك تعمل ايه؟ تمسك هما المفروض كام طالب؟ هما اتنين، كان هيبقى تقدير ده التالت وده الرابع، لا هناخد المتوسط بتاعه وندي لكل واحد ايه زي التاني، كل واحد هيبقى 3.5. خد بالك احنا داخلين هنرتب الطالب رقم كام؟ رقم 5. احنا وقفنا اخر واحد كان ايه؟ الرتبه الرابعه، محدش يقول 3.5. طيب يبقى اللي جاي رقم 5. بعد الجود في ايه؟ بعد الجود في باص. طيب كان المفروض احنا وقفنا لغاية الرابع، يبقى ده كان المفروض 5 6 7. هل دول هيبقوا الرنكات او اللي في الدوائر؟ قال لك لا. طب هنعمل ايه؟ برضو هنعمل نفس القصة. بصوا 5 زائد 6 زائد 7 وهم عددهم 3 عشان ايه؟ ياخدوا المتوسط. يبقى كل واحد هياخد كام؟ لو جينا جمعناهم هنلاقي كل واحد ياخد 6. تمام؟ ايه ده؟ يبقى الـ دول ياخدوا 6 اللي هم جايبين باص دول. طيب بعد الباص، بعد الباص في ويك. كام واحد جايب ويك؟ هو واحد بس اللي هو ده، هو ده الطالب رقم كام؟ احنا كنا واقفين عند مين؟ الناس تركز، عند السابع، يبقى اللي جاي رقم 8. طيب بعد الويك في فيري ويك، مفيش غير واحد بس برضه، يبقى ده رقم 9. طبعا في الدوائر دي رنكات الاكس، هنكتبها زي ما هي كده مترتبه. طيب اهو بصوا، هعمل جدول جديد رانك اكس، وتكتب اللي في الدوائر ده بالترتيب. اول طالب كان رتبته الاولى، ده 3.5، ده 8، ده 2، اللي بعده 6، 9، 6، 3.5، و6. طيب عايزين نرتب الواي زي ما رتبنا الاكس. خد بالك من نوع الترتيب، احنا رتبنا الاعلى فاقل، يبقى نفس القصة تحصل في واي. يبقى احنا عند الصف الثاني ده، أعلى تقدير عندك في الصف ده اللي هم الناس اللي جايبين الإلكترونيكس مين؟ هو الفيري جود. في كام واحد فيري جود؟ ده وده. هل ينفع ده يبقى الأول وده التاني هما الاتنين جايبين نفس التقدير؟ يزعلوا. قلنا نعمل إيه؟ نجيب مجموعهم على عددهم، يبقى كل واحد ياخد كام؟ 1.5. تمام. طيب
بعد الـ very good في مين؟ في good. احنا خدنا كم خانة؟ كنا واقفين عند مين؟ عند رقم 2. يبقى اللي جاي 3 4 5، ده في 3 جايبين جود. هل ينفع نسيبهم كده؟ قال لك لا، يبقى الارقام دي مش هتنحط في الدوره. امال هنعمل بيها ايه؟ هناخدها نجمعها 3 4 5 ونقسمها على عدد، هتلاقي كل واحد فيهم جاب كام؟ خد 4. احنا لنا علاقة بالارقام اللي في الدوائر. في ناس بتعمل ايه؟ بتحب تمسك الجدول ده وتلفه بالطول براحتكم، وبعدين تحط الرنكات على نفس الايه، على نفس الجدول اللي بالطول ده براحتكم. في ناس بعد ما بتخلص زي ما انا عاملة كده، تاخد اللي في الدوائر وتحطهم في الايه، في الجدول اللي بالطول ده. طيب بعد كده احنا وصلنا اخر حاجة، وصلنا لها كام؟ وقفنا عند 5. أو تعد عدد الخانات اللي خدت أرقام لقيتها 5، يبقى الدور على رقم 6. بعد الجود في إيه؟ في باص. طيب إحنا كنا واقفين عند 5، يبقى اللي جاي رقم 6. باص مفيش غير واحد بس ياخد السادس بجدارة لوحده. طيب بعد السادس، بعد الباص في إيه؟ في ويك. أهي. هل في حد تاني ويك؟ لا، يبقى ده ياخد 7 لوحده. بعد الويك في فيري ويك، في كام واحد؟ في 2، ده كان واخد 8 وده 9، ينفع؟ قال لك لا. هنعمل ايه؟ قلنا هنجمعهم ونقسمهم على عددهم عشان كل واحد ياخد المتوسط. عند كل خانة انقل اللي في الدوائر. يبقى دي اللي هي لما باجي للصف الثاني، خد بالك بنقل بالترتيب، الطالب الاولاني 1.5، التاني كان 4، 8.5، 1.5، وهكذا 7 6 4 4 8.5. أول ما تجيب العمودين دول تنبسط أوي. تعمل إيه؟ بجيب الدي اللي هي رانك إكس ناقص رانك واي. تعمل إيه؟ تطرح 1 ناقص 1.5 يدي سالب نص، 3.5 ناقص 4 يدي سالب نص، وهكذا سالب نص، 2 ناقص 1.5 يدي نص، 6 ناقص 7 يدي سالب 1، وهكذا. هتكملوا الجدول بتاعك. هل هناخد الديهات دي نجمعها؟ قال لك لا، هنمسك كل دي تربعها. يعني ايه؟ سالب نص تبقى 0.25، سالب 0.25، هتمسك كل دي من دي وتربعها. طيب التربيعات بقى اللي احنا جبناها في اخر عمود ده هتعمل فيها ايه؟ هتاخدها وتجمعها، هتديك كام؟ 21.5. الله، أول ما تجيب سميشن دي تربيع هتروح تعوض فين؟ في القانون بتاعك ده هو، كل اللي في القانون معروف. يبقى الرو تساوي 1 ناقص. خد بالك بعد ما تحسب اللي جنبها تبقى تطرحه من الواحد، 6 ده أساسي في القانون. سميشن دي تربيع طالع كام؟ 21.5 على إن هم عدد الطلاب كانوا كام؟ 9، فإن تربيع ناقص 1. ولاد الناس هتحسب ده هي، خدوا بالكوا، وبعد ما تحسبها تبقى تطرحها من الواحد عشان الإشارة ممكن تتغير، يبقى 0.8208. طيب عايزين نعمل كومنت على الناتج. أولا الارتباط ده
طردي ولا عكسي؟ لا طردي طبعا، الإشارة موجة. قوي ولا ضعيف؟ القيمة أكبر من نص يبقى ده قوي. يبقى ده ارتباط طردي قوي. ارتباط طردي قوي. كل ما زادت درجته في الإحصاء كل ما إيه تلاقي في تأثير إيجابي بزيادة على مادة الإلكترون. طيب ممكن ناخد آخر حاجة، آخر مثال. بيقول إيه؟ عندك أوزان فازرز أو الأبهات وأوزان أولادهم، مديك جدول هم كام واحد، هم 11 تمام أهو. أول حاجة الويت of feathers، وهنا الويت بتاع الصنز أو ولاده. طيب مديك إيه؟ مديك 11 عينة، يعني عينة فيها 11 من الأشخاص يعني أهو. بصوا خمسة، أول واحدة 65، أول أب، تاني أب 63 كان وزنه، تاني 67 وهكذا. ما اعرفش ازاي الاوزان كده في مصر بصراحة، بس يعني ماشي هناخد المثال كما هو يعني. طيب الصنز بتاعتهم كانت الاوزان كده، ونعتبر ان دي عن عينة عشوائية تمام، والداتا اللي فيها موجودة بالمنظر اللي انتم شايفينه في الجدول. هنعد عدد الخانات هنلاقيهم 11 خانة، دي اللي هي السامبل سايز بتاعتنا تمام، او عدد الداتا الموجوده او عدد الخانات الموجوده في الداتا. طيب بيقول لي ايه؟ فاين، لنفس المساله مر اللينير كورليشن كوفيشنت أو اللينير، برضو يطلب ده لينير بريدكت إيكويشن تمام. ثالث برضو مطلوب في نفس المسألة الرانك كورليشن كوفيشن، إزاي طالب اللينير والرانك في نفس الوقت؟ بتاع بيرسون وبتاع سبيرمان. قال لك بص، في أول واحدة في اللينير كورليشن كوفيشن هتعتبر البيانات دي البيانات العددية اللي مديها لك، الأوزان الأساسية بتاعتهم يعني، وتبتدي تعوض في القانون اللي هو محتاج شوية إيه سمشنز. فيبقى أما أجي أحل فأول مطلوب هنجيب شوية الإيه سمشنز بتاعتنا، هندخل الجدول فتجيب سمشن إكس سميشن واي زي أول مسألة خدناها. سميشن واي تربيع، وآخر حاجة سميشن اكس. وتروح معوض في قانونك اللي هو كان بيقول كده.
هتروح معوض بشوية السميشنز كلها جوه الايه والتكتيك على الأقل حسب تطلع الكوريليشن كوفيشنت بتاعها. تمام، هي كنت طلع كده. طيب نوع الارتباط ده برضو ارتباط طردي قوي. تمام، ارتباط طردي قوي. تاني مطلوب linear predicted equation، اكتب المعادلة بتاعتك y تساوي a زائد bx. البي كنا قلنا هي اللي بتتحسب بقانون كبير، كان بسطه زي بسط الار بالظبط، وتحت هناخد الجذر الاولاني اللي تحته بس من غير الجذر، ونروح معوضين مباشر بنفس الايه القصة بتاعت السمشنز. هتلاقي البي طلعت لك 0.45. طب عايزين الـ A؟ قال لك لو جيت بصيت لمعادلتك كأنك بتنقل كل الناحية ده A، فإحنا كأننا بناخد المتوسط summation y على n ناقص b summation x على n، وتروح إيه حاطط معوض summation الـ y بتاعتك اللي طلع لك 7.41 ناقص الـ b اللي طلعت لك 0.45 summation x على n summation x اللي هي ده على n، والتكتك على الآلة الحاسبة هتطلع لك الـ A بتاعتك تمام. طيب بعد ما طلعنا الـ A والـ B يبقى الـ Y بتاعتك أو الـ linear predict equation y تساوي 37.541 زائد الـ B اللي احنا مطلعينها لو طلب منك قيمة y عند x معينة تقدر تعوض في المعادلة تجيب اللي انت عايزه. طيب رقم 3 بقى ازاي جت هنا في المسألة دي مع انه مديني بيانات عددية؟ دي اللي هي ايه اللي غريبة علينا شوية. قال لك لا، ما احنا نعتبر البيانات القيم اللي مديها لك ده ايه لازم تعمل لها ايه رانكس او ترتب، كما لو كان مديك ايه ده تقديره الاول، ده تقديره جاب الاول الثاني الثالث وهكذا. فاحنا هنعتبر البيانات اللي موجوده ده ايه كواليتاتيف، بيانات عدديه او وصفيه، سوري بيانات وصفيه او رتب. يبقى انت هتمسك الداتا دي وتعملها ايه ترتبها الاول، قلنا براحتكم الناس ترتب من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. يبقى اهو ناس تركز بقى في الجاية دي، يبقى احنا لو اداني ارقام وطلب الرانك كورليشن كوفيشن نمسك الارقام ونعمل لها ايه ترتيب، عشان ما ينفعش اشتغل على البيانات العددية زي ما هي كده واحنا بنحسب بتاع سبير مين او الرو. بص يا اولاد، يبقى هتعمل ايه؟ هتمسك الصف الاولاني ونرتب مين اعلى تقدير. اللي هو جايب أعلى وزن اللي هو رقم اللي جايب 70. هل في حد تاني 70؟ لا، فده ياخد الأول لوحده بجدار. طيب بعد 70 في مين؟ الأقل من 70 في قدامك 68. كم واحد جايب 68؟ في أدي ده رقم 2 وده رقم 3. طيب نديلهم 2 و3 كده، قال لك لا نعمل ايه، يبقى ده 2 زائد 3 وهم عددهم 2 يبقى كل واحد 2.5. 69؟ اه صح 69 صح، برافو عليك. هغلط، شربناش القهوة بقى. شكرا. بعد 70 في 69، هل في حد تاني جاي 69؟ لا، يبقى ده ياخد التاني بجدارة برضو الواحد. بعد 69 في 68 بس كام واحد؟ ده المفروض التالت والرابع، ينفع؟ قال لك لا، هجمع التقديرات بتاعتهم على العدد بتاعهم يبقى كل واحد ياخد كام؟ 3.5، يبقى كل واحد ياخد 3.5.
طيب بعد ال 68 في مين؟ في 67. كم واحد جايب 67؟ في 2 جايبين 67. هو ده المفروض كان يبقى رقم كام؟ احنا وقفنا عند الأربعة، يبقى اللي جاي ايه؟ 5 6. اللي بيتلخبط يعملها بالراحة زي ما انا بعملها كده، يبقى ده 5 زائد 6 على الاثنين، يبقى كل واحد 5 ونص، يبقى كل واحد 5 ونص. طيب بعد 67 في مين؟ في 66. كام واحد جايب 66؟ هو واحد بس. احنا وقفنا عند مين؟ عند رقم 6، يبقى ده رقم 7 لوحده. طيب بعد 66 في مين؟ في 65. في حد تاني 65؟ لا، يبقى ده رقم 8 برضو لوحده. بعد ال 65 اللي اقل منها كام؟ 64. كام واحد؟ برضو لوحده. بعد 64 في 63، يبقى ده رقم 10، مفيش زيه. بعد ال 63 اللي أقل منه 62. يبقى أنا لما هاجي هعمل عمود بتاع رانك إكس، العمود ده هيبقى فيه كام صف؟ 11 صف عدد الداتا، وتكتب بالترتيب 8 10 6 وأنت بتبص كده واحنا ماشيين، 8 10 5 ونص. تسعة، 3 ونص، 11، 1، 7، 4، 5، وبعدين آخر واحدة 2. سوري، ايه ده، انا حطيت ارقام ايه؟ متلخبط. 7، 3 ونص، 2. وتعملوا زي 7، احط اللي في الدوائر، 3 ونص، 5 ونص، 2. حلو، زي ما رتبت الصف الاولاني هتعمل نفس القصه. رانك الواي، احنا رتبنا من الاعلى فاقل، فاحنا هنرتب نفس القصه من اعلى لاقل في الصف ده. مين اعلى تقدير او مين اعلى درجه؟ 71. مفيش حد 71 زيه، يبقى ده الاول لوحده. بعد ال 71 في 69 اهي. هل في حد تاني جايب 69؟ لا، يبقى دي تاخد التاني لوحده. طيب بعد 69 في 68. كام واحد 68؟ بصوا ده 3، سوري 4، هذه 5، وفي 6 كمان. يبقى هعمل ايه؟ 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6، لانهم 4 جايبين ايه؟ على 4. تيجي تقسمهم تلاقي كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد 4 ونص. بص يا اولاد، يبقى ده 4 ونص، 4 ونص، 4 ونص، ودي كمان 4 ونص. نركز في اللي في الدوائر. طيب احنا وصلنا لغايه رقم كام؟ رقم 6. اللي بيبقى متلخبط يبقى يعد عدد الخانات اللي ادالها دوائر. اللي وصل للخانه 6 يبقى الدور على الخانه رقم 7. طيب مين بعد ال 68 في 67 اهي؟ طيب هل في حد تاني 67؟ لا، فده ياخد 7 لوحده. طيب بعد 67 في 66، كام واحد 66؟ في ده المفروض كان ده 8، ده 9. ينفع؟ لا، 8 زائد 9 على 2 تلاقيها تدي 8، كل واحد 8 ونص. حل كتير بقى تلاقي نفسك بتجيبها لوحدك من غير ما تكتب اللي احنا كاتبينه هنا ده. طيب بعد كده هتلاقي ايه باقي الخانات؟ 66 عليها الدور، في 2 66، فهتلاقي كل واحد ياخد ايه؟ هتلاقي كل واحد ادي عندك 67، 66 لوحده في اهو 2 66، كل واحد خد 8 ونص. وانا نكمل بقى ايه خانات الجدول، فهتلاقي ده ايه 65 في 2 65، خد 10 ونص. معلش انا ايه
66 كل واحد هياخد 8.5، لكن ايه 65 كل واحد هتلاقي 10 و11 بتوع اخر 2 اللي هم 65، كل واحد ياخد 10.5. فرنك الوايات هنروح كاتبين اللي في الدوائر، يبقى ده 4.5 8.5 4.5 وهكذا بقى. أول ما تجيب العمودين دول تنبسط قوي، هتجيب الدي بقى رانك إكس ناقص رانك مين وتطرح 8 ناقص 4.5 يديك 3.5، 10 ناقص 8.5 ادي 1.5 وهكذا. هنطرح رانك إكس من رانك واي، تاني عمود جديد اهو كملوا. اللي عايزين يتأكدوا انهم ماشيين تمام، المفروض فروع الرنكات دي لما تيجي تجمعها تلاقيها بصفر. طيب هتجيب كل دي وتربعها 3.5 تربيع هتلاقيها طلعت 12.25، 1.5 وربع يبقى دي 2 وادي وربع. طيب 1.5 يبقى 2 وهكذا. هتعمل ايه؟ هتيجي للعمود الاخير ده ونعمل له سمشن، تلاقي يطلع 96.25. هتروح تعمل ايه؟ هتعوض مباشر بقى في الايه في القانون بتاعك، يبقى الرو بتاعتك تساوي واحد ناقص 6، سمشن دي تربيع اللي هو 96.25 على إن عدد الخانات كان 11 في إن تربيع ناقص 1، تروح متكتك على الآلة الحاسبة تطلع قيمة الإيه الرو، هتلاقي قيمة قريبة للآر اللي إحنا حسبناه، وهتلاقي النوع الكورليشن نفس النوع طبعا اللي هو إيه كان طالع عندنا لما جينا شفناه مع الآر، كان نوعه اللي هو الدايركت سترونج دايركت كورليشن. تمام، يبقى الناس تاخد بالها من نوع البيانات او هو بيكلم ازاي. يعني انت هنا الاول وهله هتبص هتلاقي دي ارقام، بس هو طالب مين رانك كورليشن كوفيشن، فلازم تمسك الارقام دي وتديها رتب او ترتبها، وبناء على الترتيبات بتطلع رانك اكس رانك واي وتجيب الديفرنس اللي هو دي، واحسب الايه سمشن دي تربيع واعوض في القانون اجيب ار. تمام، طيب أنا هكتفي كده عشان الناس تبقى متابعين، لأن الـ PDF ما كانش معاكم، فأنا عارفة إن في ناس ما ذاكرتش، ولا تذاكروا معايا أول بأول عشان الدنيا تبقى سهلة، الناس هتذاكر أول بأول هيبقى الدنيا تمام معهم خالص.